وبعد اللقاء بالسيد رئيس الحكومة السيد يوسف الشاهد وحضور مجلس الوزراء المضيق المخصص لتنظيم الانتخابات البلدية بتاريخ 10 مارس 2017. على كل هذا فإن تاريخ الانتخابات البلدية سيكون يوم 17 ديسمبر 2017. بالنسبة للاقتراع، التاريخ سيكون التاريخ الرسمي والأساسي والأصلي هو يوم 17 ديسمبر 2017، لكن قبلها بأسبوع سيتم تنظيم اقتراع الأمنيين والعسكريين أي يوم 10 ديسمبر. النتائج الأولية، هناك أجر أدنى وأجر أقصى. بداية النتائج يمكن التصريح بها بداية من يوم 17 ديسمبر، والأجل يقعد حتى الأجل القانوني هو إلى يوم 20 ديسمبر 2017، في حين الإعلان عن النتائج النهائية سيستمر إلى شهر جانفي. وتعرفوا بأن الأجل الأقصى هو موجود قدامنا تو، يوصل إلى يوم 24 جانفي 2018، وعلى نفس التاريخ وعلى نفس التصور. كيف في حالة الاختلاف عندنا حاجتين، يا ما نقولوا نستنى حتى لنتفقوا، وإذا ربما يستمر إلى سنوات أخرى قادمة، ولا نقولوا لا، الهيئة عندها وظيفتها وعندها الوكالة متاحة، عندها الأمانة اللي تسلمت لها، شنية هي عندنا عهدة وهي الفصل 125. قمنا بكل هذه المشاورات، سمعنا الناس الكل، وكما شفتوا أنه حتى اللي متفقين على مارس 2018 بأن هناك خلافات كبرى، ثم هناك تغييرات أخرى كبرى، فما حاجة قالت نهار 14 ثم تبدلت. الهيئة هو الطرف الوحيد والمؤسسة الوحيدة التي لم تغير أبداً موقفها بالقول منذ سبتمبر 2015 بأننا تأخرنا بشكل كبير في تنظيم الانتخابات. التصريحات نتاعهم كل واحد يتهم الآخر بأنه كان وراء تأخير القانون، وتعرفوا موقف الهيئة. وهدوا entre-temps أنهم يقاطعوا الانتخابات. Nous avons déjà 5.380.000 inscrits. Il faut tout simplement la mise à jour de ce registre. Voir les nouveaux électeurs, parce que nous savons que 170 000 jeunes atteignent chaque année les 18 ans, donc ils ont la capacité électorale. Donc nous avons déjà à peu près 400 000 nouveaux électeurs à inscrire, mais en même temps, nous savons que le corps, ce sont des statistiques évidemment donc, de l'INS, nous avons à peu près 8 millions de citoyens qui constituent le corps électoral. جماعات محلية باش نرجع لها على خاطر هي اللي تنظم الصلاحيات نتاع الجماعات المحلية، إذا كان أنا مش نتاعهم على شنو باش يعملوها إذا كان صلاحيات ماهيش واضحة. دونك أو العوامل اللي نجموا يخليوا التاريخ هذا يتغير كيف ما نذكروا في 2011 كان. والآن نون سولمون باش نخوض انتخابات، سأخوض معركة من أجل تفعيل وتطبيق الدستور.